بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بإذن الله نبدأ فقرات هذا الملتقى إن شاء الله. تفضلي دكتورة أسماء، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعه، وقدر الرزق ووسعه، وأجرى الماء وأنبعه، وجعل السماء سقفا مرفوعا رفعه، والأرض بساطا وضعه، وسير القمر فأطلعه. سبحانه وتعالى لا شريك له ولا إله معه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد المرشد الحكيم والمعلم العظيم والهادي البشير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضورنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، نحييكم من القلب تحية خالصة، تحية يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلا وسهلا بكم في ملتقى من ملتقيات العلم والمعرفة، وفي مساء مبارك تزدان سماؤه بضياء وجوهكم المشرقة، وتحلق في أجوائه محبتكم الغامرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في الملتقى الافتراضي للتعليم الإلكتروني، والذي تنظمه وكالة جامعة شقراء للشؤون التعليمية، تحت عنوان جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني. كما يسرنا في هذا المقام أن نشكر كل الشكر شركاؤنا في تقديم هذا الملتقى بنجاح، ممثلة بعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني وكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات. أيها الحضور الكريم، لقد أدركت قيادتنا الرشيدة بأن التعليم الإلكتروني من أكثر المواضيع أهمية على المستوى العالمي، وخاصة في ظل الظروف الحالية وما صاحبها من ثورة في تقنية المعلومات والاتصالات. وانطلاقا من رؤيتي ورسالة جامعة شقراء وتبنيها لشعار مستعدون للمستقبل، وانسجاما وتحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، فقد تبنت جامعة شقراء تنظيم الملتقى الافتراضي الأول للتعليم الإلكتروني، والذي يهدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني، تسليط الضوء على التحول النوعي نحو التعليم الإلكتروني بجامعة شقراء، استشراف مستقبل التعليم الإلكتروني في الجامعات والمملكة العربية السعودية، الوعي بالدور الأكاديمي والمجتمعي لإنجاح التعليم الإلكتروني، عرض التجارب المحلية والرؤى في مجال التعليم الإلكتروني. يشهد الملتقى مشاركة خبراء ومختصي التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، إذ يتخلل الملتقى أكثر من 10 متحدثين يناقش خلالها مختصين على مدار 3 أيام 3 محاور رئيسية. اليوم الأول: التحول نحو التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. اليوم الثاني: عناصر العملية التعليمية ودورها في التعليم الإلكتروني. اليوم الثالث: التعليم الإلكتروني الفعال. أيتها السيدات والسادة، اسمحوا لنا ببدء جلستنا لهذا اليوم، والتي يديرها سعادة الدكتور الفاضل ماجد بن حمدان السلمي، أستاذ علوم الحاسب المساعد بجامعة شقراء، فليتفضل. مشكوراً. أهلا وسهلا، وأسعد الله مساكم بكل خير، وحياكم الله جميعا. نسعد
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وبرعاية سعادة رئيس الجامعة السيد الدكتور علي بن محمد السيف أن نعقد الملتقى الأول الافتراضي للتعليم الإلكتروني بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في التعليم في دعم التعليم الإلكتروني، ونبدأ في يوم الأول الجلسة الأولى بإذن الله، والتي تحتوي على 3 محاضرات يقدمها نخبة من الزملاء المتخصصين في هذا المجال، ونود منهم بإذن الله أن يلتزموا بالوقت، وذلك لسياسة العمل في هذا الملتقى. لكل محاضر، لكل متحدث 20 دقيقة يتخللها بعض الأسئلة، وإن شاء الله الأسئلة تكون في نهاية كل محاضرة بإذن الله. نبدأ بإذن الله محاضرتنا الأولى مع الدكتور عبد الرحمن الغامدي. الدكتور عبد الرحمن الغامدي أستاذ مشارك بكلية الحاسب الآلي بجامعة شقراء، متخصص في علوم الحاسب الآلي، والاهتمامات البحثية التي مهتم فيها البرمجة وتطوير النظم وأمن المعلومات علوم الحاسب الآلي. يتمحور موضوع المحاضرة والجلسة التي سوف يقدمها الدكتور عبد الرحمن حول خطوات هامة في التعليم الإلكتروني في المملكة، إبراز المبادرات في التعليم الإلكتروني وواقع التعليم الإلكتروني في المملكة. ندعو الدكتور عبد الرحمن الغامدي بالتفضل بالبدء في محاضرتنا الأولى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، حياكم الله وبياكم. في البداية أحب أن أشكر جامعة شقراء وعلى رأسها الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف على إقامة مثل هذا الملتقى، وأشكر وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ممثلة في وكيلها وطاقم العمل على رأسهم سعادة الدكتور عبد العزيز السياري وجميع الزملاء والزميلات منظمي هذا الملتقى. شكرا دكتور ماجد، شكرا دكتورة أسماء، وأيضا نجوم الليلة الدكتور سعد الأحمري والدكتورة رند، حياكم الله وبياكم. الحقيقة الموضوع الآن عن جهود المملكة العربية السعودية في التعليم الإلكتروني. كما تلاحظون أمامكم أضفت كلمة من، لأنه لا يمكن في هذا الملتقى بكامله أو في هذه الجلسة أن أغطي أو أحيط بجميع جهود المملكة العربية السعودية في مجال التعليم الإلكتروني. فنبدأ على بركة الله يعني الشريحة الأولى. قبل أن نبدأ أود أن أبارك لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي كاملة مناسبة مرور 6 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مقاليد الحكم ملكا للمملكة العربية السعودية، وما نراه من جهود بعد فضل الله سبحانه وتعالى هي يعني تعزى لخادم الحرمين الشريفين. ومن الأمور الهامة التي يجدر ذكرها والحديث عنها هي رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية التي حرصت على أن تبنى البنية التحتية الرقمية بشكل جيد، وأن تكون ممكنا أساسيا لبناء أنشطة صناعية متطورة، وأيضا أن يعيش من يعيش على أرض المملكة العربية السعودية في ازدهار ورخاء مستمتعين بهذه التقنية، وأن توفر هذه التقنية للتعليم ولغيره من القطاعات يعني البيئة المناسبة لإقامة سواء التعليم الإلكتروني أو غيره من هذه الأنشطة. أيضا من الجدير بالذكر أنه هذه الأيام ولله الحمد يعني كان فيه الجي 20 الحقيقة كان فيه عدد من الأمور التي تخدم العالم بشكل عام، ولكن كان هناك إشادة بدور المملكة العربية السعودية، وكان هناك يعني حرصت المملكة العربية السعودية في رئاستها على عبارة تمكين الإنسان، ومن أهم عوامل تمكين الإنسان هو التعليم. وكان هناك جلسة كانت برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور محمد آل الشيخ،
وركزت على أمور كان من أهمها العالمية في التعليم كعملية مرنة لدمج المعرفة والمهارات والاتجاهات العالمية المتعددة، وكانت تحاول أن تخدم التعليم بأي شكل كان. وحضر هذه الجلسة يعني المجموعة OECD ومنظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات التابعة التابعة للأمم المتحدة التي كانت تحرص على مجال التعليم. من أهم العبارات التي كانت في التوصيات هي عملت وزارة التعليم بالتعاون مع أمانة الأمانة السعودية لمجموعة العشرين على أهمية استمرارية التعليم في أوقات الأزمات. هذه العبارة الأخيرة استمرارية التعليم في أوقات الأزمات خلقت مصطلح جديد وهو التعليم الإلكتروني لإدارة الأزمات. وهذا المصطلح الحقيقة بدأ يبرز كثيرا لأن عدد من الدول احتاجت هذا المفهوم. لو نلاحظ في منظمة اليونسكو، أعلنت منظمة اليونسكو أن هناك 290 مليون طالب لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة إلى الفصول الدراسية بسبب كورونا كوفيد 19. نجد أيضا أن وزير التعليم يقول نخدم 6 ملايين طالب وطالبة عن بعد دون أن يتوقف تعليمهم يوما واحدا. لم يتوقف التعليم في المملكة العربية السعودية يوما واحدا ولله الحمد. ربما كان هناك صعوبات في بداية تطبيق التعليم الإلكتروني في أيامه الأولى بحكم أن هناك جهود متناثرة هنا وهناك، ولكن الحقيقة التي أعلنتها وزارة التعليم أنه لم يتوقف التعليم في خلال ساعات في الليل. أعلن توقف في يوم 9 مارس أو 9 نعم مارس أعلن إيقاف الدراسة. في الصباح اليوم التالي بدأت الدراسة، ولنا أن نتساءل لماذا عدد الملايين اللي ذكرناها قبل قليل توقفت يعني عن الدراسة، 290 مليون طالب، بينما في المملكة العربية السعودية نجد أن التعليم لم يتوقف. يجيب عليها معالي وزير التعليم، يقول معالي وزير التعليم: التعليم عن بعد ليس جديدا في المملكة العربية السعودية. التعليم ليس جديدا في المملكة العربية السعودية. كلنا نعرف أن التعليم في المملكة العربية السعودية، نسمع بجامعة الملك فيصل. جامعة الملك فيصل كانت من رواد الجامعات التي كانت تصدر التعليم الإلكتروني حتى على مستوى دول الخليج. كان هناك جهود كبيرة جدا سنستعرضها الآن في نطاق تعليم البنات. كان هناك الدوائر التلفزيونية، كان هناك أيضا مشروع وطني، كان هناك مشاريع ضخمة كثيرة، لكن لضيق الوقت سأحاول أن يعني أختصرها قدر المستطاع. لكن شهادة وزير التعليم أن التعليم الإلكتروني استخدمناه قبل 40 عام، وهنا نخرج قليلا إلى بعض المصطلحات لن أغرقكم فيها، ولكن كلمة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتعليم المدمج blended learning وغيره. التعليم عن بعد موجود في المملكة فيما يعرف بالانتساب، ثم تطور هذا التعليم وسمي بالانتساب المطور. إذا تذكرون جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الإمام وغيرها من الجامعات القديمة أو العريقة أوائل الجامعات بدأوا في التعليم استخدام التعليم الإلكتروني معينا على التعليم الذي يعرف بالانتساب، فلم يكن جديدا على المملكة العربية السعودية. هذا المشروع، مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة للحاسب الآلي يسمى وطني، كان في عهد الدكتور محمد الرشيد وزير التعليم غفر الله له، وكان يهدف، لاحظوا التاريخ الموجود، أنا حرصت على وجود التاريخ، التاريخ 2000 عام 2000 هنا، كان يحرص على أن تدخل التقنية التعليم بشكل كبير جدا، وكان يستهدف المملكة العربية السعودية بكاملها. هذه الجمعية من أوائل الجمعيات، لو تلاحظون التاريخ، هذه الجمعية هذا طبعا يرأسها هذه الجمعية جمعية التعليم الإلكتروني موجودة في جامعة الملك عبد العزيز. كان الرئيس الفخري لها هو الأمير السلطان بن عبد العزيز غفر الله له،
مثل ما تلاحظون الآن في الخطاب الموجود يبين موافقته لترأس أن يكون رئيس فخري لهذه الجمعية. إذن التعليم الإلكتروني قديم، وإن تكلمنا عن جهود المملكة العربية السعودية فهي قديمة، نعم، ولا يستطيع أحد يقول أننا سنتأثر بجائحة كورونا بهذه البساطة. ال 290 مليون التي ذكرناها قبل قليل، يعني قد نكون تأثرنا تأثر جزئي مثلنا مثل كثير من الدول، ولكن المملكة العربية السعودية صامدة وقوية، ومثل ما لاحظتم الآن كل أنا متأكد اللي عنده منكم أبناء اليوم يتعلمون تعلم إلكتروني، يعني الصعوبات الطبيعية اللي نجدها، يعني كل تطبيق جديد فيه مشاكل. لو تلاحظون التطبيق الموجود للتعليم التقليدي الطبيعي فيه مشاكل، فما بالك بالتعليم الإلكتروني، ولكن يعني بحمد الله تم التغلب على معظمها. كان هناك مركز يسمى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. المركز الوطني للتعليم الإلكتروني كان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وكان يهدف إلى وضع خطة وطنية، كان يتبع في السابق إلى وزارة التعليم العالي، وكان له مناشط كبيرة جدا. طبعا تطور هذا المركز وأصبح بحلة جديدة، لكن كان من ضمن المبادرات التي تقدموا بها ما تشاهدونه الآن. جميع منسوبي الجامعات يعرفون يعني معظم المبادرات التي بادروا بها، تعرفون كلكم المكتبة السعودية الرقمية، أيضا النظام جسور. نظام جسور هو نظام تعليمي، عدد من الجامعات حاولوا استخدام هذا البرنامج، يعني برنامج جميل، برنامج جسور. طبعا كان يعتبر NMS طبيعي، يعني يقوم بالتسجيل والجدولة ومتابعة الطلاب وأيضا الدرجات والاختبارات وغيرها. المكتبة الإلكترونية تعرفونها، أتوقع كلكم تعرفونها، هذه من أهم يعني المبادرات، هذا هو جسور. نعم دكتور، نعم، باقي 3 دقائق عن 15 ساعة. استعجل، هذا هو أنا طبعا أنا تعبت وأنا أجيب أشياء قديمة، يعني الأشياء الجديدة كلكم تعرفونها، لكن أريد أن أركز على أن المملكة العربية السعودية، لاحظوا هنا المؤتمر الدولي الأول للتعلم الإلكتروني في عام 1430، وكان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. المركز الوطني للتعليم الإلكتروني هو المركز جديد، يعني تم إنشاؤه مؤخرا، يضم عدد من الوزارات، يرأسه معالي وزير التعليم، له إسهامات كثيرة جدا في مجال التعليم الإلكتروني. المكتبة الإلكترونية كما ذكرت لكم قبل قليل من أجل الوقت، قناة عين الجامعة السعودية الإلكترونية أيضا افتتحت في عام 2011، وكانت من يعني الجهات الحقيقة التي جعلت أن التعليم الإلكتروني مستساغ في المملكة العربية، بل مثل ما تلاحظون لم يكن الاهتمام فقط بالتعليم العالي، كان الاهتمام وليس بالتعليم العام فقط، وإنما حتى الروضة الإلكترونية كان لهم نصيب بالاهتمام. لجنة عمداء التعلم الإلكتروني هي لجنة قبل جائحة كورونا بكثير، يعني أتذكر أنه قبل قرابة 8 سنوات كانت هذه اللجنة، أول اجتماع كان لها في جامعة الإمام، ثم الاجتماع الثاني كان في الجامعة الإسلامية، يجتمع عمداء التعلم الإلكتروني في الجامعات. نحن ننعم الحمد لله في المملكة العربية السعودية، تعتبر أحد الجهود، يوجد لدينا عمادات كاملة للتعلم الإلكتروني في الجامعات السعودية، ولها عمداء، وهؤلاء العمداء يتعاونون ويتشاورون ويتشاركون فيما بينهم. هذه إحصائية عامة لن أذكر، يمكن الوصول لها، لكن تبين لك عدد مشاهدات مثلا مليونية، هذه المشاهدات للمنصات التي قامت بها وزارة التعليم. تلاحظون الآن الصورة، هذه الصورة كانت أثناء جائحة كورونا، وهنا ينبغي أن نذكر أن التعلم الإلكتروني والتعليم الإلكتروني لم يكن فقط من وزارة التعليم، وإنما كان له شركاء مثل ما تشاهدون وزير التقنية المعلومات، وزير الإعلام كان يوفر الاستديوهات وغيرها، أيضا الهيئة الوطنية للأمن السبراني كانت توفر عدد من الخدمات، سدايا أيضا كانت توفر بيئة جيدة للتعلم الإلكتروني.
هذا تقرير جميل جدا، يعني يشهد ب وساختم بهذه يا دكتور ابشر. دكتور ياشر يقول وقف. اشادت منظمه الاونلاين ليرنينج كونسورتيوم بالمجهودات التي قامت بها المملكه العربيه السعوديه، و يعني ترى يعني انها اجتازت هذه المشكله بسلام، مشكله او جائحه كورونا. هذا الذي يعني اسفني به الوقت، وشكرا لكم وشكرا لك يا دكتور ماجد على يعني تحملك، الله يحفظك. شكرا دكتور عبد الرحمن، دكتور مميز في الطرح والعطاء، دكتور عبد الرحمن جهودك والحقيقه جهود المملكه زي ما قال الدكتور عبد الرحمن هي تعد ولا تحصى ولا الحمد. وعندما اتتنا لقولهم جائحه كورونا كوفيد 19 كانت المملكه على اتم الاستعداد، وذلك لانه هناك الحمد لله كان بنيه تحتيه متكامله بين جميع الوزارات والجهات المختصه بهذا الشان، والحمد لله يعني ما يعني هناك كان في تحديات كبيره واجهت بعض الجهات، والحمد لله تم التغلب على هذه التحديات، وهي تجربه جميله وثريه. والسعوديه من سنوات قديمه هي تستخدم التعليم الالكتروني، والحمد لله اثرها كان ايجابي على الجميع. ننتقل الى محاضرتنا الثانيه باذن الله، والتي يقدمها الدكتور سعد الأحمري. الدكتور سعد الأحمري هو عضو هيئة تدريس، عضو هيئة تدريس بجامعة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريمنا، يحمل تخصص حاسب آلي، علوم الحاسب الآلي بجامعة من جامعة ساوثهامبتون. الاهتمامات البحثية هي تعلم الآلة، علم البيانات، وكذلك هندسة البرمجيات. يتمحور حديثه اليوم حول وضع التعليم الإلكتروني قبل وبعد جائحة كورونا بجامعة شقراء، التحول من التعليم التقليدي الإلكتروني، ومستقبل التعليم الإلكتروني بجامعة شقراء. ندعو الدكتور سعد بالتفضل ببدء محاضرته والالتزام بالوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا دكتور ماجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أتقدم بوافر الشكر إلى راعي الملتقى سعادة الدكتور علي بن محمد السيف، وإلى وكالة الشؤون التعليمية ممثلة بسعادة وكيلها الدكتور عبد العزيز السياري، وإلى جميع منظمين هذا الملتقى، وأتمنى التوفيق لجميع المتحدثين. طبعا أشكرهم يعني بشكل خاص لإتاحة الفرصة لعمادتنا لعرض تجربتها في تطبيق التعليم الإلكتروني، ولا سيما أن ما يميز تجربة جامعة شقراء هي فترة إطلاق النظام الفعلية، والتي كانت خلال جائحة كورونا، حيث استطاعت الجامعة بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم دعم وزارة التعليم وإدارة الجامعة وشركاء النجاح بالجامعة من عمادة القبول والتسجيل وكلية الحاسب و كلية علوم الطبية التطبيقية بالدوادمي والكليات الأخرى بالجامعة ومنسوب الجامعة، إلى الاستفادة من الجائحة وجعلها محفز للتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني. ولعلي اليوم أشارككم في محور الحديث بعدد من الوصف أو عدد من النقاط التي تبين وضعية أو وضع التعليم الإلكتروني قبل الجائحة بجامعة شقراء، وبعض الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الجامعة، ثم أنتقل إلى يعني التحدث عن التعليم الإلكتروني بالجامعة بعد الجائحة، من ثم استعراض بعض التحديات التي حاولت الجامعة أن تجد لها حلول، وبعضها يعني ممكن لم تحل بشكل كامل، ولكن يعني يوجد إن شاء الله بإذن الله لها حلول قريبا إن شاء الله. وفي الأخير سنتكلم عن مستقبل التعليم الإلكتروني في جامعة شقراء. طبعا التعليم الإلكتروني بجامعة شقراء قبل الجائحة تم البدء في مشروع لنظام التعليم الإلكتروني موديل مفتوح المصدر في الربع الأول من عام 2018. طبعا كان هناك متزامنا مع فترة إطلاق المشروع عدد من ورش العمل التي كانت تعقد في كليات مختلفة بالجامعة، وأيضا عدد من الكورسات التدريبية لمنسوبي الجامعة، وكانت المنهجية بذاك الوقت لتدريب عدد من أعضاء التدريس لنقل التجربة
إلى كلياتهم. طبعا استمر تنفيذ المشروع ومحاولة نقل المعرفة والتوعية والتدريب فترة، حتى أتى بداية الفصل الأول من سنة، نهاية الفصل الأول من سنة 1441-42، حيث قررت الجامعة مبثقة من لجنة التعليم الإلكتروني، اللجنة الدائمة للتعليم الإلكتروني برئاسة وكيل شؤون الدكتور عبد العزيز السياري وكيل شؤون تعليمية، إلى البدء في إطلاق النظام التعليم الإلكتروني يعني بصفة تجريبية على 3 كليات: كلية الحاسب بشقرة، كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، وأيضا كلية الهندسة بالدوادمي. وكان هذه الانطلاقة لعدد من المقررات، يعني بحد أقصى 20 مقرر. خلال فترة الإطلاق للفصل الدراسي تم يعني التنسيق مع منسقي الكليات الذين تم تدريبهم سابقا لبدء عملية نقل المعرفة والتوعية في إعداد المقررات، في كيفية استخدام النظام. خلال الفترة التي بدأتها الجامعة في نفس الفصل تقريبا، في شهر مارس صدر قرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، سواء للتعليم العام أو التعليم العالي. طبعا في هذا الوقت كان الوقت يعني قصير جدا، فلم تستطع الجامعة يعني الاستيفاء بجميع متطلبات التعليم الإلكتروني في حينها، ولكن قامت عدة إجراءات نفذتها الجامعة. فيعني كانت الإجراءات هذه مقسمة إلى عدة بنود، منها كانت يخص الإعداد والتخطيط، حيث كان هناك لجان متخصصة استطاعت أن تدير الأزمة في تسيير أعمال الجامعة خلال الفترة بداية الجائحة ومن ثم استمرار فترة الجائحة، وكان من ضمنها الخطط الخاصة بالتعليم الإلكتروني. وأيضا كان هناك التوعية والتدريب على مستوى الخدمات الإلكترونية، وخاصة هنا نتحدث عن خطة الدعم والتوعية والتدريب الخاصة في التعليم الإلكتروني. أيضا يعني يتطلب التجهيز التقني في نقل البيانات من نظام القبول والتسجيل للتعليم الإلكتروني، سوف نتحدث عنها أيضا، وبما يتعلق في تقييم البنية التحتية ورفع جهازية البنية التحتية للنظام. كما أيضا كان هناك عدد من مبادرات التعليم الإلكتروني التي أطلقتها العمادة بالتعاون مع بعض العمادات الأخرى وكالات الجامعة، وكان هناك أيضا التقييم لمستوى أداء النظام، مستوى الاستخدام بالنسبة للمستفيدين من النظام على مستوى التعليم الإلكتروني بشكل عام. وأيضا كان هناك تواصل مع وزارة التعليم ومتابعة مستمرة بشكل يومي لإصدار التقارير اليومية لمراقبة ومتابعة مدى نسبة التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني بالجامعة. وكان أيضا هناك إجراءات الخاصة في الأخير بالدعم الفني والدعم التقني. طبعا سوف نستعرض يعني كل جزئية إن شاء الله بجزء مبسط، يعني ما راح ندخل في التفاصيل كثير، ولكن قبل الاستعراض للإجراءات التي تمت يعني الاستعراض المنحنى اللي تشوفونه الآن والشارت الموجود أمامكم، يعني حنا تعمدنا أن نستخرجه بهذه الطريقة وأن يكون بهذا الشكل، ليس أنه يعني فريندلي كثير، ولكن من النظام بشكل مباشر. كما ترون قدامكم الشارت فيه الخطين، فيه الخط طبعا البنفسجي، هذا يعكس حجم أو عدد اللوغز اللي تمت عن نظام التعليم الإلكتروني بالجامعة. طبعا إذا تحدثنا بشكل محدد على انطلاقة التعليم الإلكتروني أو قرار وزارة التعليم، كان ذلك في 8 مارس، خلال بضعة أيام استطاعت الجامعة، هنا نتكلم تقريبا بعد 5 أيام ل6 أيام من 8 مارس، من تقريبا منتصف مارس
كيف أنه استطاعت الجامعة بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم مثل ما أشرت إلى دعم الوزارة ودعم إدارة الجامعة وجميع منسوبي الجامعة عملوا صراحة وتفاعلوا في نقل الجامعة من البيئة التقليدية إلى تعليم عن بعد في فترة تكاد أن تكون يعني صعبة جدا وقصيرة جدا للواقع التي كانت تعيشها الجامعة. فنرى أنه تقريبا في منتصف شهر مارس كان التحول كبير جدا، نسبة استخدام النظام كانت تلامس الزيرو، ومن ثم ارتقت إلى أن يكون في منتصف تقريبا أتكلم ماي اللوغز أو حجم أو عدد اللوغزين للسيستم وصل إلى ما يقارب 450 ألف لوغينز خلال منتصف شهر ماي. أيضا بما يتعلق في الخط الأورنج، هذا اليونيك لوغين أو المستخدمين المنفردين، كان يعني كما تشاهدون يعني يلامس 25 ألف تقريبا، عدد 25 ألف أو منتصف 25 ألف، يعني يشكل نسبة كبيرة لا تقل عن 85% 90% من مستخدمين الجامعة بالنسبة للتعليم الإلكتروني. طبعا استمر الرقم بزيادة تدريجية إلى أن تقريبا إلى نهاية مارس، بعد كذا كان ستيبل، بعدين بدأ في النزول في بنهاية الفصل الدراسي، وأيضا باستخدام الكثير من الزملاء للمنصات الأخرى مثل زوم أو الميكروسوفت ميت أو ميكروسوفت تيمز أو الجوجل ميت. فكان هناك إتاحة من إدارة الجامعة لحرصا على تسيير العملية التعليمية لإتاحة أي منصة من منصات التعليم الإلكتروني، ولكن نرى يعني الرقم هذا يعني يفيد نجاح كبير إلى التحول اللي تم في فترة قصيرة جدا خلال الفترة التي تم فيها إطلاق النظام. فيما يتعلق في الإجراءات اللي تمت بما يتعلق في الإعداد والتخطيط، كان هناك اجتماع في على مستوى لجنة التعاملات الإلكترونية وعدة اجتماعات، كان هناك عدة اجتماعات للجنة الدائمة للتعليم الإلكتروني، انبثق منها عدة خطط كانت مقترحة، كانت سريعة، خطط أقرب أن تكون خطط تشغيلية، وكان أيضا فيها يعرض مدى جهازية والمتطلبات الخاصة بتقنية المعلومات، أيضا المتطلبات الخاصة من ناحية القبول والتسجيل، من ناحية البيانات، من جميع المتطلبات التي كانت تلامس التعليم الإلكتروني وكانت تبحث عن دعم إدارة الجامعة وعن اللجان المختصة. كما كان أيضا هناك تشكيل فرق عمل ساعدت كثير في الخاصة بالتدريب، بالتوعية، بالدعم الفني، في ربط المقررات، وبإذن الله نحن يعني نتكلم عن كل فريق في حينما نصل إلى الجزئية الخاصة به. التوعية والتدريب، كان هناك إنشاء محتوى رقمي مقروء للتعامل مع منصات الجامعة المختلفة سواء كانت جوجل كلاس روم أو زوم، عدة عمادة تقنية المعلومات الإلكترونية، عدد من الأدلة المقروءة المرئية التي ساعدت في نشر التوعية والتدريب بشكل سريع، أيضا قناة اليوتيوب يعني التي أطلقتها العمادة، طبعا هنا يمكن رسم بسيط وحصلنا عليه من يعني لتوضيح عدد نسبة المشاهدات، وكانت للفترة اللي كان فيها إطلاق الجائحة. طبعا ولله الحمد الرقم ازداد كثيرا بعد الفترة هذيك، ولكن نلاحظ مثلا معدل مشاهدات قناة اليوتيوب حسب الفيديو أنه يعني الأرقام بالثاوزنت، وكانت حسب الأيام مثلا حسب الأشهر، تشوف مارس كان في عدد كبير جدا حسب الأعمار بالنسبة للشارت الثاني. طبعا كان نسبة الكبرى لتصفح المواد التدريبية والتعليمية كانت لفئة الأعمار الأقل بالجامعة، لفئة الطلاب تقريبا، طبعا ومن ثم كان النزول في نسبة الاستخدام من ناحية الفئات العمرية. نلاحظ هنا كان في تفاعل كبير على منصات اليوتيوب، كانت من الفئة العمرية الصغار السن من الطلاب، يعني كانت يعني مفيدة لهم بشكل كبير جدا. أيضا تاحت العمادة فيما يتعلق في عدد من ورش العمل التدريبية كانت عن بعد، وتم الإعلان عنها في قنوات التواصل بالجامعة. أيضا فيما يتعلق في إجراءات نقل البيانات والجهاز التقني، كان هناك آلية لنقل البيانات، صحيح أنك لم تكن الآلية في بداية الأمر آلية بشكل كامل، ولكن كانت في
فترة حرجة جدا، وتمت بجهود مشتركة كبيرة من كلية الحاسب، من عمادة القبول والتسجيل، تقنية المعلومات، من 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 رواد للتعليم الإلكتروني بالجامعة مثل الدكتور ناهض القويس، للعمل على نقل البيانات بشكل آلي وبشكل سريع. ولكن لله الحمد الفصل الذي يليه يعني تفادينا الأمر هذا، واستم التكامل الآلي بين نظام القبول والتسجيل الإي ريجستر مع نظام التعليم الإلكتروني، وأصبحت النقل بشكل آلي. لم يكن هناك أي فرق عمل تنقل بيانات أو تربط بيانات بمقررات بعضها التدريس. كان سعد دقيقتين على 15. طيب، كان هناك عدد من المبادرات خاصة بالتعليم الإلكتروني، كان في تقارير بشكل يومي، أيضا الدعم الفني كان متواصل. هناك تحديات يعني تم إدراجها من يعني تختلف من تحديات يعني خارج نطاق العمادة، وفي تحديات مثلا خارج نطاق العمادة من ناحية خدمة الإنترنت في بعض المحافظات، إلى تحديات في تطبيق النظام وحسن وتحسين النظام في الفترة القادمة. أحب أركز على الخطة المستقبلية. الخطة المستقبلية، هناك الخطة المستقبلية القريبة، هناك تستهدف العماد يكون في إنتاج المقررات الرقمية، بحيث أن تكون متاحة سواء تطويرها من خلال بيوت خبرة محلية أو من خلال المشاريع العمادة أو من خلال أعضاء التدريس، نشر ثقافة أعلى، بناء النظام بما يتوافق مع حاجة الجامعة وتحولها إلى نسبة تقريبا 100% للتعليم عن بعد، إيجاد بدائل فصول افتراضية مستقبلا مثل ما تم إيجاد بلاك بورد، ولكن من خلال بوابة التعليم الإلكتروني بالجامعة. أيضا توفير الأنظمة التي يحتاجها التعليم الإلكتروني لتتكامل مع التعليم الإلكتروني. الشريحة الأخيرة، طموحنا أن يتم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني بجامعة الشقراء على الجامعات الأخرى بالمملكة العربية السعودية. نحن عندنا مميزات أن النظام مفتوح المصدر، نستطيع نضيف عليه خدمات مختلفة من شركات، من فندرز مختلفة، مثل ما هو موجود مودل أضفنا عليه بلاك بورد، نضيف عليه خدمات أخرى، أنظمة أخرى تدعم التعليم الإلكتروني. نتمنى إن شاء الله بإذن الله من هذا الملتقى أن يكون نظام التعليم الإلكتروني بجامعة شقراء أن يطبق من خلال وزارة التعليم بالجامعات الأخرى، بحيث أنه يتيح حرية كبيرة للجامعات للتطوير والتحسين، وأيضا يحرر الجامعات من الشركات أو الفندرز العالميين الذين يحتكرون المنتجات. الشكر لمنظمين الملتقى، لفريق تقنية المعلومات التعليم الإلكتروني الدكتورة أسماء، عملت تحول كبير في 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 العمادة، فريق العمل بالعمادة من تقنيين، من داعمين، من مدربين، والشكر للدكتور ماجد لصبره علينا. شكرا دكتور سعد على العرض المميز والطرح الذي يبرز دور جامعة شقراء في التعليم الإلكتروني. والكل يعرف أنه لا يوجد نجاح بدون تحديات، والحقيقة الجامعة واجهت تحديات كبيرة في البنية التحتية خلال الفترة السابقة، ولكن بجهود الجميع وتكاتف الجميع أدى إلى أن يكون هناك نقلة طيبة ومتميزة لجامعة شقراء في التعليم الإلكتروني. ونتمنى أن يكون هناك يعني تميز يعني بين الجامعات السعودية بإذن الله في المستقبل القريب بإذن الله. شكرا دكتور سعد. ننتقل الآن إلى محاضرتنا الثالثة لليوم الأول بإذن الله، والتي تقدمها الدكتورة رند بنت حمد الجبلي. الدكتورة رند هي عضو هيئة تدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بدرما، حاصلة على دكتوراه في علوم الحاسب الآلي والمعلومات، لديها اهتمامات بحثية في مجال أمن المعلومات والحفاظ على خصوصية البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. طبعاً تتمحور جلستها اليوم ومحاضراتها حول دور جائحة كوفيد 19 في تسريع الانتقال إلى عملية التعليم الإلكتروني، تحديد التحول من التعليم التقليدي للتعليم الإلكتروني، مستقبل التعليم الإلكتروني وتصميم التعليم المستقبلي، أيضاً المخاطر والتحديات المحتملة في ظل استخدام التعليم الإلكتروني. فلتتفضل دكتورتنا رند. شكرا لك دكتور ماجد على المقدمة. لعلي أضيف إلى شكر زملائي، كذلك أمد يد الشكر وكلمات الشكر لسعادة رئيس الجامعة ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية
كذلك الدعم عمادة شؤون عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني وكلية الحاسب آلي تقنية المعلومات على رعايتهم لهذا الملتقى بكل كفاءة واقتدار رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم. يطيب لي أن أقدم لكم رؤية بسيطة وموجز عن مستقبل تحديات التعليم الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية. إذن فإذا راح أتكلم عن الجائحة في تسريع الانتقال لعملية التعليم الإلكتروني، ومن ثم آلية التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني، المخاطر والتحديات التي واجهت في ظل استخدام التعليم الإلكتروني ومستقبل هذا التعليم المستقبلي. دور الجائحة في تسريع عملية الانتقال مع تباين انتشار الفيروس الكوفيد 19 ومعاناة الدول، مثل ما ذكر الزميل الدكتور عبد الرحمن أنه أكثر من مليار طالب في 186 دولة عانوا من إغلاق المدارس، لكن مثل ما ترون المملكة العربية السعودية تمكنت من بعد تعليق الدراسة إلى كونها أعادت مرة أخرى النظام التعليم بنظام إلكتروني، حيث أن في قطاع التعليم العالي كانت معظم الجامعات لديهم عمادات حصرية للتعلم الإلكتروني، بالإضافة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقاموا مباشرة بتنفيذ خطة استمرارية التعليم والانتقال إلى الإنترنت باستخدام البنية التحتية للتعليم الإلكتروني. طبعا الوباء تطلب تسريع في تطوير وتنفيذ المقررات كاملة عبر الإنترنت لخدمة عدد كبير من الطلاب، بالإضافة إلى تغطية الاحتياجات الأخرى مثل المؤتمرات المرئية غير محددة الوقت، كذلك خدمات الترجمة الآلية، التحرير المشترك في الريل تايم، الجدول الذكي للمواعيد، واستخدام تطبيقات مشاركة الملفات. زاد استخدام هذه التطبيقات بمعدل 200% في ظل جائحة الفيروس. الأمر الذي طرأ هو كانت الشراكات التعليمية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، بما في ذلك الحكومات والناشرين المتخصصين في التعليم، مقدمي التكنولوجيا ومشغلي شبكات الاتصالات، تقديم البرامج التعليمية المحلية. ونستطيع القول هنا أن هذا الوباء مهد لشراكات واسعة النطاق لخدمة الأهداف التعليمية المشتركة. للتحول من التعليم التقليدي للتعليم الإلكتروني يحتاج إلى معايير مقارنة. دراسات أثبتت أن التعليم الإلكتروني تفوق على التعليم التقليدي من ناحية أن استيعاب الطلاب للمواد التعليمية زاد من 8 إلى 10% في الفصول الدراسية إلى نسبة 65-60% من عن طريق التعلم على الإنترنت. الوقت المستهلك للتعلم الإلكتروني كان أقل بنسبة 40-60% لأنه باستطاعة الطلاب تنظيم عملية التعليم وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة، إعادة الاستماع والقراءة بقدر احتياجاتهم. لكن ساهم التعليم الإلكتروني في إعادة النظر بالنظام التعليمي نفسه، دور الاختبارات والتدريب ووسائل التقييم، كذلك التركيز على مهارات المستقبل مثل التفكير النقدي، البرمجة، المرونة، المهارات الشخصية اللي هي المهارات الناعمة. كذلك ساهم في تقديم دور محتمل للتعليم عبر الإنترنت لعلاج المشكلات التي كانت تواجه النظام التعليمي من حيث محدودية المكان والزمان. في مقارنة بسيطة بين محاور عملية التعليم بين النظام التقليدي والنظام الإلكتروني، نجد أن هناك عدة معايير بما فيها مسألة تصميم المناهج وتخطيطها، التواصل ما بين الطلبة أنفسهم مع أساتذتهم، والتواصل بين الطلبة بينهم البعض، مشاركة ودمج الطلبة في عملية التخطيط وتفاعلهم، توقعات نشاط الطلاب كذلك والمهام المكلفة لهم، قياس مخرجات التعليم وقياس ردود الفعل ونقد البناء الفيدباك. فهنا استندت إلى دراسة نشرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، قاد فيها مجموعة من المحاور، قارن فيها رضا المستخدمين والمستهدفين ما بين الخدمات المقدمة في التعليم التقليدي والخدمات المقدمة في التعليم الإلكتروني ما قبل الكوفيد 19 وبعده. فيما يتعلق بمحور تصميم المناهج والتخطيط اللي يندرج تحته التصميم الشامل للتعليم الموائمة مع المعايير والمحتوى العلمي، كانت نتائج قياس الرضا بين
أعضاء هيئة التدريس والطلبة أشارت إلى أنه كان في نسبة رضا عالية وراضون جدا عن ما بعد اللي هي الكوفيد-19 عن الخدمات المقدمة عبر نظام التعليم الإلكتروني. لكن من ناحية معايير أخرى فيما يتعلق في التواصل كان في درجة رضا كذلك عالية فيما يتعلق بنوعية التواصل نفسها، لأن يعني كانوا أعضاء التدريس يعقدون ساعاتهم المكتبية بشكل افتراضي، يتواصلون بشكل متكرر مع الطلاب عبر الإيميل والإعلانات والأخبار والمناقشات عبر الإنترنت، لكن كانت الإشكالية في وضوح التواصل نفسه، كانت ردود الفعل غير راضية عن الوضوح في الكوميونيكيشن. بالنسبة لمشاركة الطلاب ومعيار قياس ما إذا كانت المقررات التعليمية عبر التعليم الإلكتروني توفر التحدي الأكاديمي بالنسبة للطلاب والمشاركة الفرقية بيناتهم، تجدر إشارة لأنه انخفض معدل الرضا بين المستفيدين من خدمة التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى كذلك المخرجات التعليمية، حيث أن الثغرة اللي كانت ملحوظة في تكنولوجيا التعليم عن بعد أنه بالنسبة للمفاهيم العملية لتخصص الطب والتمريض أو طريقة تقييم المهارات أو تقديم المحتوى العلمي بشكل مجزأ بحيث أنه ما يكون متكامل بالنسبة للطلبة، كان يحد من قدرة المتعلمين على الإبداع والابتكار، لأن النظام LMS يقيدهم باستجابة معينة، الاستجابة الصحيحة اللي موجودة في البرنامج ولازم أن الطالب يحققها. لم تتم تغطية بعض نتائج التعلم من خلال التدريس الافتراضي. إذا دخلنا في التحديات والمخاطر المحتملة في ظل استخدام التعليم الإلكتروني في المملكة، نبدأ في الفجوة الرقمية، وهذه المشكلة نستطيع أن نقول أنها عالمية، حيث أن الفجوة الرقمية توفر الأدوات اللازمة لعملية التعلم الرقمي وسهولة الوصول إلى الإنترنت، كان الاتجاه هذا يواجه تحديات كبيرة جدا، مما يجدر بالإشارة له إلى أن مشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة التي عقدت افتراضيا، تطرقت الهيئة للنهضة اللي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وجهود المملكة خلال مدة رئاستها لمجموعة G20 للمجموعة 20 لإتاحة فرصة العالم الرقمي للمستخدمين، وكانت قائدة للملفات الدولية ذات الصلة بردم الفجوة الرقمية والاقتصاد الرقمي وتوفير الذكاء الصناعي وتسخير التقنية للمنتفعين. بالنسبة للتحدي آخر للتعليم الإلكتروني وكفاءة التعليم عن بعد، يختلف بالنسبة للمجموعات العمرية المختلفة، لأن الأطفال أصغر سناً أو يحتاجون إلى بيئة أكثر تنظيم نتيجة تعرضهم لتشتت الانتباه، كذلك أيضا توفر البنية المتكاملة، لأن لابد أن تكون جهود متكاملة جدا، لا تكتفى فقط بتوفير محادثات عبر الفيديو، لابد أن تكون في أدوات تفاعل ومشاركة تعزز المعايير اللي تكلمنا عنها تو، اللي هي المشاركة الطلاب الانجيجمنت والشمول والتخصيص والذكاء كذلك لهم. مؤشرات النجاح لقياس التعليم الإلكتروني لا زالت تحتاج إلى إضافات أخرى لتقيس قدرة النظام على جذب الطلبة وتحقيق أهدافهم، وكذلك مواكبة التطورات في مجال التعليم والتكنولوجيا. إذا كان النظام يواكب كل تقنية تنزل على السوق، ولا لا زال مثلا في بعض الدول يستخدمون الأنظمة البسيطة من الإيميل للتواصل بين الطلبة والأساتذة. المخاطر مترتبة على التعليم الإلكتروني كل ما له علاقة بالمحافظة على خصوصية البيانات ومحافظة على أمن البيانات والمعلومات، تكون جدا مهمة لحفاظ على الخدمات الموفرة ما يكون في هجمات إلكترونية تعيق الوصول إلى المحتوى الإلكتروني، أو يكون مثلا في انتحال شخصيات الطلبة أو ما إلى ذلك، لازالت هذه تعاني من مشكلة. كذلك العزلة الاجتماعية، حيث أن الاستخدام الأجهزة الكهربائية ثبت من خلال الدراسات أنها لها علاقة بالعزلة وفقدان التواصل مع الآخرين، فقد يؤدي استخدام التعليم الإلكتروني للضعف الدافعية نحو التعلم، شعور الطلبة بالملل نتيجة جلوسهم أمام الكمبيوتر، خصوصا إذا كانت المادة التعليمية نفسها خالية من المؤثرات السمعية والبصرية لتجذب المتعلمين نحو التعلم. من أحد المخاطر كذلك اضمحلال هوية الطالب المتعارف عليها، لأن إذا نقص التواصل المباشر بين المعلمين والمتعلمين، كان في تركيز بشكل كبير على الجانب المعرفي، لكن فقد الحوار الصفي اللي من خلال الحوار هذا يتعلم الطالب أدب النقاش والاستماع وكيفية طرح الأسئلة أو احترام الطرف الآخر واختيار المصطلحات،
فهذا من الأشياء اللي لم تتوفر إلى الآن في التعليم الإلكتروني. كذلك إذا كان بعض المتعلمين صعوبة في إبداء آرائهم وصياغتها كتابياً، يضطرون إلى أنهم يتمكنوا من المهارة الكتابية. بالنسبة لتصميم التعليم المستقبلي، وهذا هو الفكرة المستقبلية، يعني من تقريبا من الخمسينات والستينات، 1950 و60 كانت فكرة التعليم الإلكتروني مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن، من أكثر من 20 سنة تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية. كان في بداية تعليم متنقل، بس يوفر فكرة أنك تستطيع الوصول إلى المحتوى هذا من أي مكان، لكن تم تنفيذ أكثر فعالية لمحتوى التعليم الإلكتروني. أصبح هناك محتوى أكثر تفاعلية بين الطلاب وخدمات أكثر، والتوجه الآن أصبح إلى محتوى إلكتروني يكون قائم على الدلالة، بمعنى أنه يخصص للمتعلم، فيكون كأنه مطور خصيصا لهذا المتعلم بما يتناسب معه. وبالتالي إذا كان المتعلم بصري أو متعلم قائم على الجيمز والألعاب أو متعلم قائم على السمع، يتوفر المحتوى العلمي المناسب لهذا المتعلم، فيدمج بين أساليب التعليم المختلفة. ومن ثم المستقبل اللي هي الـ U-Learning أو التعليم واسع الانتشار، اللي يجمع بين التعليم الإلكتروني والمتنقل وتقنيات الريل تايم بالنسبة للطلبة، ويكون فيها سياق حديث وحقيقي يخدمهم. ختاماً، إذا كانت تباينت الآراء ما بين من يعتقدون أن التحول كان للتعليم الإلكتروني كان على نحو غير مخطط له، وبالتالي راح ينتج نتائج غير مرضية لأنه ما في إمكانيات اتصالات لازمة، بالمقابل وجهات النظر الأخرى اللي كانت أن الوباء بالعكس أجبرنا على أن نجمع بين التعليم المباشر والتعليم عبر الإنترنت ونحول النظريات إلى واقع ملموس، وبالتالي سيزيد حضور التكنولوجيا في العملية التعليمية، ويصبح نفس التعليم الإلكتروني عنصر تكاملي في عملية التعليم، فبيكون بإذن الله هذا المزيج فوائد منه. لكن في جميع الأحوال كانت جائحة كورونا فرصة لبحث مستقبل التعليم، لأنه عادة ما تشكل الأحداث العالمية الكبرى نقطة تحول تدفعنا نحو الابتكار السريع. مثال على ذلك انتشار التجارة الإلكترونية. الأجدر بالذكر إلى أن هذه الأزمة كشفت الدور المهم جداً للجامعات في مشاركتها المعرفة والتعاون العلمي عبر الحدود، واستكشافها كامل إمكانيات التكنولوجيا للتعليم عن بعد وتذليل الصعوبات لهدف الاستفادة منها. أشكر لكم حسن استماعكم، وأسأل الله تعالى أن ينفع بكم وينفع بجهودكم والعباد والبلاد، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار. شكرا دكتورة رمد على الموضوع الشيق، واللي الحقيقة يتطرق إلى بعض المواضيع المهمة. المواقف التي يواجهها الطلاب والطالبات خلال التعليم الإلكتروني، ونسأل الله أن يكون هناك عائد إيجابي بإذن الله لتلاشي هذه التحديات والمخاطر، وخاصة في بلدنا الحبيب التي تعمل بكل جهد لتهيئة البيئة المناسبة في التعليم الإلكتروني لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات. الحقيقة هنا نفتح المجال إذا كان في هناك أسئلة للبعض، إذا حابين تطرحون بعض الأسئلة الله يسعدكم. يرسل على الجروب إذا كان في إمكانية. ارسل له خاص يعني. دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن موجود؟ حياك الله، موجود. نعم، في سؤال يقول هناك اي ميلاد يمكن ان يريد ان يتطور نفسه؟ في التعليم الالكتروني مثل الموظفين، الفئات الاخرى غير الطلاب والطالبات. نعم، حقيقة التعليم الإلكتروني مثل ما ذكرت الدكتورة الآن، الدكتورة تقول أن التجارة الإلكترونية انتشرت بشكل كبير، كذلك التعلم الإلكتروني انتشر بشكل كبير. لكن إن إذا كنا نتكلم عن جنود المملكة، فهناك منصة إثرائي من المنصات الرائعة جدا، تعتبر منصة إلى حد ما تتبع لمعهد الإدارة،
والمنصات الأخرى كثيرة جدا يعني كبيرة خصوصا المنصات العالمية، لكن نجم منصة إجرائي وغيرها توفر التعلم الإلكتروني بشكل ممتاز. أيضا عمادات خدمة المجتمع وعمادات التعليم الإلكتروني في الجامعات السعودية بشكل كبير، وفرت خلال جائحة كورونا عدد من الدورات التدريبية بشكل كبير جدا. مع الشقراء على سبيل المثال قدمت دورات خدمت عدد كبير من الآلاف من المستفيدين من هذه الدورات. فنعم مثل ما تفضل التعليم الإلكتروني ليس حكرا على الطالب وعلى المعلم وعلى عضو هيئة التدريس، وإنما لكافة أطراف المجتمع. شكرا يا دكتور. نعم طبعا. سؤال آخر للدكتور عبد الرحمن أيضا، هل استخدام التقنية له مخاطر سبرانية حسب وجهة نظرك؟ استخدام التقنية في أي مجال كان يتعرض لمن يتعلم، من يستخدم التقنية في التعلم مثل ما يتعرض أي شخص آخر، ويحتاج بالفعل إلى توعية. هناك الهيئة الوطنية للأمن السبراني وضعت عدد من الضوابط وعدد من اللوائح التي توفر التوعية للجهات التي تقدم الخدمات، وأيضا هناك المركز الوطني الإرشادي للأمن السبراني. هذا يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السبراني لدى أفراد المجتمع، يوعي الناس بالمخاطر الأمنية اليومية. أيضا إذا كان هناك أي بلاغات يعني سبرانية يمكن تقديمها، هناك مخاطر ومخاطر طبيعية جدا، ولكن يعني طبيعية بالتقنية، يعني من يستخدم الجوال الطبيعي، من يستخدم الحاسوب العادي يتعرض إلى مثل يعني مثلا اختراقات بسيطة أو تدخل في الخصوصية، ولكن باتباع الإجراءات البسيطة العادية يمكن تجنب هذه المخاطر. جميل جميل جميل، شكرا لك دكتور عبد الرحمن. طبعا سؤال الحقيقة أتوقع أنه يمكن الدكتورة رند تستطيع الإجابة عليه أو الدكتور سعد، ما هو تأثير التحول إلى التعليم الإلكتروني على مدى تحقق مخرجات التعلم؟ الواضح السؤال ولا عيب؟ ما هو تأثير التحول، أولا نقول التحول من التعليم العادي إلى التعليم الإلكتروني على مدى تحقق مخرجات التعلم، هل تأثير على مخرجات التعلم؟ تسمح لي الدكتورة رند بس تفضل. طبعا الشك أن التعليم الإلكتروني تأثيره إيجابي على جودة التعلم. أحد الأدوات التي ممكن يستخدم فيها التعليم الإلكتروني هو اختيار المحتوى التعليمي ذو الجودة العالية الذي يقدم من خلال عضو هيئة تدريس مميز لعدد من طلاب وطالبات في أماكن مختلفة ليس في نفس الكامبس. فبذلك الجامعة مثل جامعة شقرة تستطيع أن تضمن مستوى الجودة موحد في جميع محافظاتها إذا كان قدم يعني نفس المحتوى بأسس الجودة وجودة عالية عن طريق عضو تدريس مميز، بكذا تضمن أنه جودة التعليم وجودة و يعني وجود مخرجات متشابهة إلى حد كبير جدا في مختلف المحافظات. تفضل دكتور رند، هل عندك تعليق أو أنه هناك لك سؤال موجه؟ لديك تعليق على السؤال السابق ولا نسألك السؤال؟ هناك سؤال موجه لك يا لاسر. ألو دكتور رند. إيه نعم دكتور. طيب سؤال لك موجه، هل من الممكن أن نرى التعليم الإلكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل؟ نعم. بإذن الله يعني الذكاء الصناعي بدأ يدخل بقوة في كل جوانب الحياة، فجزء منها غير التعليم راح يكون في جانب الصحة، راح يكون في جانب الحوكمة، راح يكون في جوانب كثيرة.
فربما يعني على مثال بسيط انه يكون مثلا مساله تحضير الطلاب بشكل بمجرد ما يدخلون على السيستم او يدخلون في القاعه او ايا كان يكون تحضير الكتروني عن طريق artificial agents او وكاله اذكياء. ممكن كذلك يكون في وكلاء مسؤولين عن المحتوى الرقمي، مثل ما قلنا اذا كان التعليم الالكتروني متجه نحو هذا يكون في وكلاء اذكياء او ذكاء صناعي يصمم المحتوى الرقمي المناسب لكل طالب حسب تفضيلاته هو. فبيكون في باذن الله يعني تجاوب كبير من قبل الطلبه وتاثير كبير على مخرجات التعليم اذا تم دمج الذكاء الصناعي مع انظمه التعليم الالكتروني. شكرا شكرا دكتوره. طبعا لضيق الوقت هناخذ سؤالين اخرين. في سؤال من الدكتور سعيد الاكلبي موجه الى الدكتور سعد الاحمري، يقول الان منصه الجامعه تجمع بين نظام موديل مفتوح المصدر وكذلك مع البلاك بورد، كيف ذلك؟ طبعا باختصار يعني بشايك ببساطه احنا استخدمنا جزئية من البلاك بورد اللي جزئية الكولابريت أو الفصول الافتراضية، تم بناءها يعني on top of الموديل. احنا لم نستخدم البلاك بورد بكل الموجودز حقتها ومكوناتها، استخدمنا الشيء الذي ممكن يفيدنا وهي الفصول الافتراضية. فأصبح عندنا الآن على نظام التعليم الإلكتروني منصة الجامعة تستطيع استخدام منصة الفصول الافتراضية الخاصة بمودل، وأيضا تستطيع استخدام المنصة الخاصة بالفصول الافتراضية على البلاك بورد واللي مستضافة خارج الجامعة مثلك مثل الجامعات السعودية الأخرى. جميل. طبعا سؤال آخر من الدكتور غلاب العتيبي عن أهم التحديات التي تواجه جامعة شقراء في التعليم الإلكتروني من ضعف الإنترنت، ليس مساء توسع موقعها الجغرافي، كيف يمكن مواجهة هذا التحدي؟ نتوقع أن الدكتور سعد برضو بس إذا كان في مشاركة من الزملاء متحدثين لا يمكن ذلك، ونعتقد أن هذا آخر سؤال. تفضل دكتور سعد. صراحة هذا التحدي خارج عن نطاق الجامعة، ولكن أحد يعني ممكن يكون له جانب تعليمي أكاديمي بحت وجانب تقني. الجانب التعليمي البحت أنه يلزم مثلاً أعضاء التدريس بتسجيل محاضراتهم، تسمح للطالب بالاستماع للمحاضرة لاحقاً، فهذه شيء تعليمي بحت. شيء تقني أيضاً ممكن إتاحة الفصول الافتراضية أو هذا التسجيل خلال باستخدام منصات احتياجاتها التقنية من الباندوث أقل. طبعاً هذه شوي بها يعني فلسفة تقنية شوي، ولكن في هناك منصات تقنية للتعليم الإلكتروني تحتاج متطلب تقني من ناحية الباندوث أقل، ممكن تستخدم مثل بلاك بورد. جميل جميل جميل. شكرا شكرا دكتور سعد. الحقيقة في الختام نتمنى أن كما تشاهدون في الشاشة حالياً في العرض، طموحنا هو أن يتم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني بجامعة شقراء على الجامعات الأخرى بالمملكة العربية السعودية، طموح وهدف إن شاء الله أنه يتحقق بإذن الله بتكاتف الجميع والتغلب على جميع التحديات التي تواجه جامعة شقراء حالياً. سعدنا اليوم بجامعة شقراء باستضافة المنطقة الافتراضي الأول برعاية سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، وبمتابعة وحرص واهتمام من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن سليمان السياري. أيضا نشكر الزملاء القائمين على هذا الملتقى وتفاعلهم واهتمامهم وحرصهم، ممثلين بالدكتور سلطان بن رفاعة العتيبي والدكتورة أسماء الشهري. شكري وتقديري يصل إلى جميع الزملاء المتحدثين الذين أثرونا بمعلوماتهم القيمة والتي كان لها أثر إيجابي بإذن الله على الحضور، وإن شاء الله أنه بعض يعني يعكس ما قدموه على الأرض الواقع في المستقبل القريب بإذن الله، وتكون جامعة شقراء من الجامعات المتميزة في التعليم الإلكتروني. الدكتور عبد الرحمن الغامدي شكرا لك. الدكتور سعد الأحمري شكرا لك. الدكتور خالد الجبلي شكرا لك. الله يعطيك العافيه دكتور ماجد. شكرا دكتور سلطان. الدكتور اسماء لديكم المايك. الله يعطيك دكتور ماجد وجميع الزملاء الكرام.
وجميع الحاضرين حقيقة نشكر لهم، وبإذن الله نلتقي بهم غدا إن شاء الله لاستكمال الجلسات. دكتورة أسماء عندك إضافة؟ نشكر جميع المتحدثين على إثراء المحور الأول في الملتقى الافتراضي للتعليم الإلكتروني، والذي كان بعنوان التحول نحو التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. كما نلقاكم غدا بإذن الله في نفس موعدنا مع المحور الثاني من محاور الملتقى، والذي يركز على عناصر العملية التعليمية ودورها في التعليم الإلكتروني. شاكرين لكم جميعا حضوركم ومشاركتكم معنا في هذه الجلسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، شكرا للجميع، شكرا، تحياتي.